روضة ومدارس أكاديمية الميقات الإسلامية، الطريق إلى مستقبل باهر وأهداف نيرة من أهم أولوياتها. بناء جيل متمسك بتعاليم دينه الحنيف، منتن لوطنه وقائده، وعلى قدر من الوعي والثقافة، معدا لمجابهة معترك الحياة بكل ثقة واقتدار، بالإضافة إلى توطيد وترسيخ القيم التعليمية والتربوية لدى الطالب. من أجل صناعة غد مشرق، ويتم كل ذلك بإشراف كادر تربوي من معلمين ومشرفين مدربين ومؤهلين على مستوى عال، وذلك باستخدام وسائل وأساليب تعليمية حديثة ومختبرات علمية متطورة ومجهزة، بالإضافة إلى تنمية مواهب ومهارات الطلبة من خلال ممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة التي تسهم في صقل شخصيتهم.